بنحبك قوي. ربنا يخليهم لك. انا من اسكندريه. اهل الكرم بين شطين وميه. انا من اسكندريه من سيدي بس، وشفت حلقتك بتاعت اسكندريه وبقيت قاعده اعيط. ليه عيطتي ليه يا حبيبتي؟ يا ريتني كنت معاكي، اهلي في سيدي بسرة انا كانوا جنبك. يا حبيبتي مشتاقة للاهل والمحبين. اه والله ليا 30 سنة في ليبيا انا. ان شاء الله تنزلي لهم على خير. والله لما بشوفك اكني بشوف اخواتي بالظبط. يا اختي ما انت معلش برضه، انت برضه في وسط اهلك وناسك برضه اللي بينوا اخواتنا وحبايبنا. الله يخليكي، والله انت اللي مصبرانا يا استاذية، او بنتفرجوا عليك الساعتين دول ولا ساعة ونص يعني، وتعلمنا منك حاجات كتير. ربنا يكرمك، واول لما تنزلي مصر تعالي واعملي لي اكله ليبي من اللي بتعمليها عندكم في ليبيا. من عينيا الاثنين، هنزل بعد العيد انا ولازم اتصل بيكي واشوف، وهاخد رقمك من الكنترول. خدي رقمي من الكنترول. وهعزمك على ليبيا عندنا. خدي رقمي من الكنترول، واول لما توصلي مصر اتصلي بيا وتعالي هنا نعمل كحك العيد ونعمل كل حاجه نفسك فيها. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي. اهي بنتي عايزه اتكلمك. راسه اهي. هاتي هالي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مساء الخير مساء الانوار. اقول لك ايه بس، كان نفسنا من زمان نكلموك ونسمع صوتك، وربنا عالم بينا يعني. يا حبيبه قلبي يا مساء البسبوسه والحاجات زي الحلوه. زي اللايف على التلفزيون مش زي التليفون. صوتك جميل. انت اللي اجمل، ده انت اللي بسبوسه وكنافه رمضان. ربنا يخليكي. ربنا، انا مولوده عندكم في اسكندريه صح ليبيا، لكن مولوده في وسط اسكندريه. ده انت اتولدت في بلدك. اه والله بحن لها بشكل ما اقولكيش، دايما فيها احنا على طول، لكن دلوقتي عندنا اهل فيها وهنجيلك. انا عندي بيتك في القاهره ان شاء الله. ان شاء الله تيجي تشرفي وتنوري بيتك ومطرحك.